but you're strong. Thank you.
this is his place. It's his booty. My one is allowed in it. Tiene porno en el de otros árboles aquí. She's was is to este son este porno de aquí. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
station.
letting us know.
الخليجيه يعني في اصل مصر دي يعني بتتكلم عربي ماشي ده يسهل شويه على الامارات نظام عربي مصري كمان لما كانت احنا عرفنا بعض ما كانتش بتتكلم عربي قوي يعني خلاص فلما انا علمتها كده ايه بقت العربي بتاعها عربي قوي مصري ما بتتكلمش سوري حتى لما حد مثلا يجي ده بتتكلم مصري وفي عربي ده عربي بتقول لها ازاي يعني انت بتتكلمي عربي مصري مش عربي سوري يعني بالظبط يعني ده اللي اتعلمته بس غالبا ان باباها ومامتها ما كانش بيتكلموها سوري لا عشان هما بيتكلموا كردي كده كده اصلا هما مش عربي سوريا اطفال سوريا ايوه مش عربي اصلا اه ما كانوش بيتكلموا عربي بيتكلموا كردي كان بيتكلم كردي ومصري ومدني شويه تركي وشويه انجليزي فما هو ما كانش يعني متضايق ان هو ايه يعني ماشي هي مسلمه وعربيه برضه لما جيت رايح اتكلم معاه بقول له هي مسلمه وعربيه هو لازم تبقى مصريه اه عارفين ايش يعني هو بس اللي هو ايه مش مصريه انا بقول لك لازم يكون ابوك على اه هو فعلا سيبني اه ترى ابوك كده بقى ايه اكيد بص يعني مفيش الموضوع ده قصدي وبعدين ايه مره مع الثانيه كده خلاص بابا مش قال خلاص انا هو لي هو اللي يعمل هو عايزه يعني اه مش انت كنت اشتغلت؟ لا اه مش عايز كده مستقر بقى هو مش احنا اشتغلنا في هو بقى شكلنا كلمني ليه هي بتكلمني فيديو بس مش خفيت هي بتأمن يعني على ايه؟ هي بتأمن بقى ان انا مش لوحدي ان انا لوحدي يعني امبارح؟ الصبح بعد الفطور عشان انا وصلت في الدنيا فاكره ان انت بتقعد اه فهي بقى ايه الشيطان هيبدا يلعب معاها هو بص كل الستات فيش يعني هي ما بتكلمنيش فيديو هي معايا ولا اختار الكاميرا لقيتها في وشي بقول لها ايه ده انت بتكلمني فيديو؟ اه عشان اوريك ولاد اختي اوريني ولاد اختك اوريك انا بقى ولاد اخت انا انت بتكلميني عشان تتاكدي ان انا مش بقيت لوحدي يعني لندن نشفي لو نروح على مستر سبيسيفت ايه كذا بتاعك ده هي ربطتها اصل المغربة مادة كتير جدا يعني المغربة هولندا زي الجولي هي بقى ما بحبهمش خالص تمام اه وهي عارفه بقى يعني عشوائيهم يعني الشغل والدراسه والحاجات دي فهي عارفه المغاربه عاملين ازاي البنات اللي هم لونين وسهل ايوه رصاص يعني عارفه الدنيا ماشيه ازاي خالص وفعلا المغاربه خالص اه بنات بتتفرج على يعني ما الاب عايز يخلي يعني بتقول ان الرجاله بتاخد عايزين يخلفوا البنات مش رجاله يلا عشان هم هي دي اللي هتجيب الفلوس ما شاء الله كلام ربوط اه سهل عادي تتجوز واحد عنده 50 60 70 سنه بس المهم هم يا بيك اه هم لبنين ويعرفوا يشدوا الراجل المصري احنا المصريين نحب العمليه احنا احسن من كده ده حاجه يا باشا لا ما تقولهمش لما جت لنا رحله بقى قلت اروح استحاله خلينا بعدين ايه بقى لو قعدت معاك كمان وانت عندك الرحله دي بالك انت لو عملت اي حاجه بتعمل دي ليه؟ بس داخل تحلق ايدك عندك مثلا انت لو استحميت يا جدع اه قلت لك انت استحميت اول ما طبعا ما انت رايح مش عارف ايه رايح عم يلا زينة من الكون مش رايح كتير عم ايه؟ مش رايح كتير اه مش رايح ليه Thank you.
زي ده مثلا في مثلا عنده ايه مثلا 300 لازم قبل يلا ما حدش بيشتري هنا بس الحته دي كادي لك صح؟ بص الشرح كله بيقول من قبل ما تبدا انسب كله بيعينوا ويشتروا كله الزباين كلهم شادي اللي جاية؟ لسه هانزلو ويست؟ لسه هانزلو بس؟ يقعد يمسك ايديها ويحك فيها، وهو لما شافهم راح رفع
بتعرف عليكم ده في البلكونه؟ هو اللي بتمد، هو اللي بتمد. ما هو طب انت ده احمد يعني هو جاي ابن الشروط ده جاي يعمل ايه؟ جاي جاي ده انا شفته داخل البوابه ليك الصبح مش داخل لغايه تحت البيت. ايه يا جدعان يعني برضه فاهم؟ انا واخدها على البحر وزنقها بالمليون جنيه واهلي حضن و يا عم ده في البيت. ايوه ماشي انا عارف المشهد بتاع البيت اللي هو من حق انا من حقي ان انا بالظبط ليكوا افتح عادي مش فاهم يعني اكيد هيجي ميكو ده بيصدر لك افكار حب الشروطه بقى دايما الناس دي على حق او الناس دي انت بتتكلم يعني تعاملوا مع الناس وحش تعاملوا الناس وحش ايه؟ كل مره جاي سخن الشروط بس فهي دي مشكله بقى افلام فاسده فعلا اللي ضاع بتلاقي نفس الفنان برضه هو فعلا السينما السينما كانت فاسده يعني تلاقي واحد مثلا واحده تقابل واحد بيحبوا بعض لما اخوها يقفشها واخد بالك وهو مثلا بتقابله بره ولا بتاع وهو اللي مش هيجيبه فاهم والبنت تقعد تعيط والواد يعني محتاجه يعني انت عايز توصلوا الناس وفعلا وصلوا الناس توصل لفين؟ ولو ابن عبد العزيز كله عبد العزيز برضه كان عمل شويه افلام برضه كلهم كلهم لا افلام بقى ليه انا حره حرياتي والافلام اللي هي بالاسامي دي اللي هو الست اللي قاعده تشتغل زي الراجل وليها كل الحقوق ومعرفش صدمت افلام نسخ كلهم شغالين اشتغل ايام جامعه عبد الناصر في البتاع تبع في الدعاره وقال لك ان هم كده بيخدموا البلد لما مثلا ضيف اجنبي يجي مثلا يزور البلد ولا كده Yes, yes, I'm going to call. Call us.